in the airport and my Ruach al-Qudus in Africa. أنا عايز أكلمكم النهاردة عن أهمية البيت. يعني أهمية البيت؟ يعني الملكوت مش معناها أن الواحد مجرد فرد يروح الملكوت ويترك باقي بيته دون اهتمام. حتى صلواتنا غالبيتها صلوات باسم الجماعة، بنقول اغفر لنا، لا تدخلنا في تجربة، خبزنا اعطنا، يعني باسم الجماعة. فالواحد يهتم ببيته. حتى الاباء الكهنه مثلا، الاباء الكهنه لهم معنيان للبيت: البيت الخاص اللي هو عيلته اللي ساكن معاها، وبيته اللي هو الكنيسة كلها، وعليه أن يهتم بهذا البيت وذاك البيت. لا يهمل بيته الخاص بسبب الكنيسة، ولا يهمل الكنيسة بسبب بيته الخاص، إنما يهتم بالاثنين. وموجود في الكتاب المقدس إن الكاهن يكون من ضمن الصفات التي تؤهله للكهنوت أنه قد دبر أهل بيته حسنا، وله أولاد في الطاعة والخضوع. وأتذكر بهذه المناسبة عن الآباء الرهبان أن أحد الشيوخ الرهبان قال في نصيحة له لأحد المتوحدين: إذا حوربت بالرئاسة أن تكون رئيسا لمجمع من المجامع، فقل إن مجمع أفكاري ومجمع مشاعري هو الذي أقامنا الله عليه رئيسا لكي أدبر أهل بيتي حسنا. فكل واحد مسؤول أن يدبر أهل بيته، وكل واحد فيكم لابد أن يعرف ما معنى كلمة أهل بيتك. هل هو عائلتك فقط التي تحيط بك، أم العائلة الكبيرة، أم خدمتك، أم الجو الذي تعيش فيه في عملك في غيرك؟ كل ده بيتك. هنا وأذكر بعض آيات هامة جدا. السيد المسيح لما قبل توبة زكى العشار قال: اليوم حصل خلاص لهذا البيت. طب ده زكى لوحده كفرد، قال: انا ان كنت ظلمت احد في شيء ارد اربعة اضعاف، وانا اهب نصف اموالي المساكين. لكن المسيح قال حصل خلاص لهذا البيت، لان توبة واحد ممكن تكون سبب بركة للبيت كله، واهتمام واحد بخلاص نفسه جايز يكون سبب للبيت كله. ومش معناها ان واحد يخلص يبقى يسيب اللي حواليه تالكين، لا طبعا الكلام ده مش صح.
ولهذا نجد بالنسبة للسجان فيليبي لما حدثت المعجزة مع بولس الرسول في السجن، وآمن سجان أو سجان فيليبي دهش من الموضوع ده ازاي تم، وقال ماذا أفعل؟ فقيل له آمن بالرب يسوع فتخلص أنت وأهل بيتك. طب هو لو آمن ايش دخل دي في أهل بيته؟ لا، لأن هو إيمانه هو المقدمة التي توصل إلى خلاص أهل بيته. ولذلك يقال إن هذا السجان أخذ القديس الرسول إلى بيته وقعد مع أولاده وعيلته واعتمد هو وجميع الذين كانوا له. يعني الواحد المهم ياخد بيته كله، مش يقول انا اتفتح لي طريق الخلاص يبقى بيتي ده يروح مطرح ما يروح، لا، او انا مشيت في طريق ربنا يبقى بيتي ده ما يهمنيش. مفروض يهتم كل انسان بأهل بيته أيا كان هذا البيت. ولذلك في سفر يشوع النبي يقول أما أنا وبيتي فنعبد الرب، ما قالش أعبد الرب لوحدي، أما أنا وبيتي فنعبد الرب. وفي قصة أبينا نوح ربنا كلمه عن العقوبة التي ستقع على أهل الأرض وعلى أنه يبني فلكا، في الفلك ده أخذ كل أهل بيته هو وولاده الثلاثة ونسائهم الأربعة ليه والأولاد الثلاثة، وأصبح فلك نوح يمثل خلاص نوح وأهل بيته. لأن المهم أن الإنسان لا يترك أهل بيته، وإنما يقول مثلما قيل في الكتاب ها أنا والبنون الذين أعطانيهم الرب. والاهتمام بأهل البيت نجده منذ العهد القديم في سفر التثنية الصح 6 يقول لتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك وقصها على أولادك وتكلم بها حين تجلس في بيتك. مش كفاية أنك أنت تشبع بكلام ربنا وتفرح وتسر وتتأمل، إنما تقص على أولادك وتتكلم به حين تجلس في بيتك. هل ده اللي بيحصل من كل واحد فينا، ولا كل واحد له برنامجه الخاص بيقرأ وما يهمش أهل بيته؟ ده انت لو قريت قصة جميلة من قصص القديسين تيجي تحكيها لأهل بيتك، لو سمعت عن معجزة معينة تحكيها لأهل بيتك، لو سمعت عن فضيلة معينة وتفاصيل هذه الفضيلة تحكيها لأهل بيتك. لازم أهل بيتك يكونوا من ضمن البرنامج بتاعك، لأنك مسؤول عنهم أمام ربنا، لأنك مسؤول عنهم أمام ربنا.
انت واهل بيتك، اما انا وبيتي فنعبد الرب. ولهذا نحن حينما نذهب لمباركة بيت جديد، ناس سكنوا في بيت عايزين تبريك البيت الجديد، بنروح ونصلي على مية لكي يبارك الماء ونرش المية في البيت. على فكرة بنرش المية على الجدران فقط، ما نرميهاش على الأرض ويدوسوا على المية المصلية على الحيطان. المهم بعد ما نقول المزامير والصلوات ونرش المية نقول بيوت صلاة، بيوت طهارة، بيوت بركة، انعم بها يا رب علينا وعلى عبيدك الآتين بعدنا إلى الأبد. ودي متاخدة من جزء من أوصية الاجتماعات اللي بنقولها في الكنيسة، بيوت صلاة، بيوت طهارة، بيوت بركة. لأن الدين مش مجرد أفراد بس يبقوا كويسين، لا، مفروض بيوت، بيوت تكون بيوت كويسة. لأن أنا بشوف إن كتير من الناس اللي يتدينوا يعني إن تملك عليهم الناحية الشخصية الفردية ويبقى حاجة مستقلة بذاتها وملهوش دعوة ببيته. الكتاب المقدس اداني فكرة عن بيوت بحالها كلها كانت بيوت بركة. يعني من البيوت الجميلة في هذا الوضع بيت زكريا الكاهن، اليصابات لما صار سلام مريم في أذنها امتلأت من الروح القدس واتكلمت بكلام يدل على الكشف الإلهي، وزوجها لما انتهت فترة صمته امتلأ من الروح القدس وقال تسبحته، وابنها يوحنا المعمدان من بطن امه امتلأ من الروح القدس. يعني عايزين عيلة، الاب والام والابن هم الثلاثة يمتلئوا من الروح القدس، ده بيت مبروك. ولهذا كان هذا البيت اول مثل قدمه لنا لوقا الانجيلي في انجيله الذي يعتبر انجيلا تخصص في التوبة وفي المرأة وفي الاطفال بالذات. خذوا بيت يكابد ام موسى النبي، يكابد ولدت موسى النبي وولدت هارون الذي صار اول رئيس كهنة، وولدت مريم النبية، نبي ونبية ورئيس كهنة. ده ايه المثالية العجيبة دي في هذه العينة من البيت المقدس. يذكرنا هذا ايضا ببيت القديس باسيليوس الكبير. باسيليوس الكبير كان رئيس اسقف قيصرية كابادوكيا، واخوه القديس اغريغوريوس اسقف نيسوس، واخوه القديس بطرس اسقف سباستيا، واخته القديسة مكرينة رئيسة الدير وكانت مرشدة روحية لاخوتها. ام باسيليوس الكبير دي كان اي نوع من الامهات العجيبة اللي هي يكون عندها بيت
بهذه البركة بيخرج كذا قديس من قديسين. بنفس الوضع القديس تيموثاوس تلميذ بولس الرسول، بولس الرسول يقول له أتذكر الإيمان العليم الرياء الذي فيك، الذي سكن أولا في أم كلوئيس وجدتك أفنيك. إيمان عديم الرياء موجود في تيموثاوس، موجود في أمه، وموجود في جدته، وهو أخذ رضع هذا الإيمان من أمه، وأمه رضعته من جدته. ده يذكرني أيضا بما رأيته في روسيا حينما زرتها في أيام الشيوعية سنة 72 قبل حركة غورباتشوف وغيره. كان التركيز على قداسة الأمهات الروسيات والجدات، هم اللي استطاعوا يعلموا الأطفال في وقت كان يخاف فيه الرجال، وكان الرجال تحت حكم شيوعي صعب، وهم اللي أعدوا أطفالهم للمعمودية. ولما زرتهم سنة 72 كان في 30 مليون معمد في العصر الشيوعي، دلوقتي بقى أزيد من 120 مليون. جم منين؟ من الأمهات والجدات اللي بيهتموا بأولادهم ويربوا بيت معين يكون بيت مبارك للرب. والسيد المسيح كان يزور بيتا مباركا هو بيت مريم ومرثى ولعازر، كان بيت مبروك. مريم تمثل حياة التأمل، ومرثى تمثل حياة الخدمة، ولعازر حبيب المسيح الذي أقامه من الأموات في اليوم الرابع. وكان من البيوت الحلوة اللي ربنا كان بيروحها بيت مريم أم يوحنا الملقب مرقس، أم مرقس الرسول، اللي هو أول بيت بقى كنيسة في العالم، البيت اللي المسيح غسل فيه أرجل التلاميذ وأقام فيه أول مرة للسر الإفخارستية المقدس، وقضى ساعات يتحدث مع التلاميذ عن الروح القدس وغير ذلك، ذكرت في يوحنا 13 و14 و15 و16. وقيل في أعمال 12 إن بطرس لما خرج من السجن ذهب إلى بيت مريم أم يوحنا الملقب مرقس الذي كان المؤمنون مجتمعين فيه يصلون، بيت بقى صلاة. والبيت اللي بقى صلاة أيضا بيت أكلة وبرسكلة. في رومية 16 يقول سلموا على أكلة وبرسكلة والكنيسة التي في بيته. وفي كولوسي إصحاح 4 يسلم على منفاس والكنيسة التي في بيته. وفي رسالة بولس الرسول إلى فليمون يسلم على الكنيسة التي في بيته. وقيل إن بيت ليديا بائعة الأرجوان صار أيضا كنيسة. في ناس بيوتهم بركة، البيت بقى كنيسة. إن كنا ما نستطيعش إن البيت يبقى بتاعنا كنيسة
على الاقل يكون فيه جزء لربنا، يكون فيه ركن لربنا، يكون فيه ايقونه، يكون فيه اجبيه، يكون فيه خلاجي، يكون فيه كتاب ترتيل، يكون فيه مكان للصلاه. يا ريت تتذكروا العباره دي: الكنيسه التي في بيتك. الكنيسه التي ايه؟ في بيتك. البيوت المقدسه دي بيبقى اهل البيت كلهم مقدسين. بنفس المقياس الوضع الخاطئ، البيت لما يخطئ يلخبط على الكل. مثال كده، نسمع عن عيسو ابن ابينا اسحاق، تزوج امرأتين من بنات الحيثيين. يقول الكتاب ان هاتين الزوجتين كانتا مرارة قلب لإسحاق ورفقة. يعني واحد في البيت يتجوز زيجة متعبة يبقى مرارة قلب لأبيه ومرارة قلب لأمه. قورح وداثان وأبيرام لما أخطأوا ودعوا الكهنوت، وربنا في عقوبة ليهم سمح ان الارض تنشق وتبتلعه. لم تبتلع الارض فقط قورح وداثان وأبيرام، وانما كل اهلهم، كل بيوتهم. لان البيت لما يخطئ ممكن يضيع الكل. ونفس الوضع كان مع خان ابن كرمي الذي خان خيانة للرب وسرق أشياء، وأيضا رجم هو وكل أهل بيته. وأولاد علي الكاهن لما أخطأوا كانوا سبب ضياع لعلي الكاهن نفسه ولكل بيته، وانقرض الكهنوت من نسله إلى الأبد. لذلك الكتاب بيقول: رب الولد في خوف الله. ويقول الآباء القديسون: أدبوا الأحداث قبل أن يؤدبوكم. الطفل اللي ما ربيتوش في خوف ربنا لما يكبر هو اللي هيربيك. يربيك يعني يوريك الويل. لذلك على كل واحد ان هو لازم يهتم بأهل بيته، يهتم، لأننا نريد أن يكون البيت بيتا سعيدا، وأن يكون بيتا روحيا، وأن يكون بيتا متماسكا لا يلجأ إلى الطلاق ولا إلى الخلاف ولا إلى بعض الأمور التي سمعتم عنها في الأسئلة. بيت متماسك. بس ساعات في بنات بيخافوا من الزواج لأنهم شافوا اللي حاصل بين أبوهم وأمهم، يقولوا بنرتعب من الزواج بالشكل ده. يكون بيت مبني على الصخر. ومن هنا أرجو أن أقول لكل الآباء الكهنة الحاضرين معنا: اهتموا بافتقاد البيوت، اهتموا بافتقاد البيوت. مش معناها اتنين جوزتوهم
وتصلي عليهم في الكنيسة خلصت الحكاية، ما تعرفوش أخبارهم إيه، افتقدوهم أولا بأول، وافتقدوا البيوت وحلوا مشاكلهم قبل أن تتطور وتتورط وتصبح بعيد عن الحل. وربنا يكون معكم جميعا. اتفضل.